هي رحلة اللقاء مع الأربعة كيلومترات تستمر في يومها الثالث من عمر هذا المحلي. متابعينا الكرام، أعلنت انطلاقة هذا الشوط الثاني عشر الخاص بالقعدان. اللقاية ننطلق مباشرة مع مقدمة الشوط وفي أول الأسماء في هذه اللحظات. مقدمة الشوط الرامي تعود ملكيته لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. سلطان بن محمد الوهيبي يتقدم مع الرامي وهو في مقدمة هذا الشوط المركز الثاني. المركز الثاني في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء، في المركز الثاني يحمل شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وهو القحيدي. يا سلام، المضمر السيد سلطان بن محمد الوهيبي. في المركز الثاني في هذه اللحظات أيضا حامل شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سلطان بن محمد الوهيبي. في عملية التضمير والتدريب ناخذ المركز الرابع، ناخذ صوغان اللي قادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. حمد بن علي بن حلفان المري في رابع الأسماء. متابعينا الكرام، المركز الخامس، الوعب في المركز الخامس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني سالم بن فاران المري في عملية التضمير والتدريب. متابعينا الكرام، هذا هو النداء، هذا هو النداء للخمسة مراكز. متابعينا الكرام، دائما نعود لكي نكرر النداء للخمسة مراكز. في هذه اللحظات الرامي في مقدمة هذا الشوط، الرامي في مقدمة هذا الشوط وهو مسيطر ومتربع في مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ملازمة شديدة من القحيدي اللي قادم على المركز الثاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ويضمن القحيدي والرامي سلطان بن محمد الوهيبي في عملية التضمير. يا سلام، المركز الثالث صوغان اللي قادم على المركز الثالث وصل في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وحمد بن علي بن حلفان الذي لقب بالصاعد. يا سلام، المركز الثالث في هذه اللحظات ظبيان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المضمر محمد بن خالد العطية. يا سلام، المركز الرابع أيضا السعدي قادم لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني المشاغب محمد بن خالد العطية في عملية التضمير. النداء الثاني إلى هذه اللحظات، والمركز الأول ما زال يسيطر فيه الرامي مع منافسة من القحيدي ومنافسة من السعدي ومنافسة من صوغان. منافسة القعدان اللقاية، المنعطف الأخير وعلامة 1500 متر الأخيرة. يا سلام، الأمور راكدة، الشوط راكد إلى هذه اللحظات وفي بداية هذا الموسم مع المحلي الأول. يا سلام، الرامي والقحيدي في رحلة البحث عن الناموس، وعن التتويج وعن الفوز وعن الانتصار مع سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. وهي معركة تستمر ما بين المضمرين، معركة تستمر ما بين عمالقة التضمير في ميدان الشحانية. يا سلام، المركز الثالث السعدي يبعدي في هذه اللحظات، واصل مع المسميات الجميلة مع المشاغب محمد بن خالد العطية. يا سلام، المركز الرابع صوغان اللي قادم في هذه اللحظات لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. حمد بن علي بن حلفان يكون له ظهور ووجود في هذه الأشواط المفتوحة في هذا الموسم. والسلام، وظهوره موفق إن شاء الله. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الخطير يا مضمرين،
يا مضمرين الكل إلى هذه اللحظات لم يصدر التعليمات من المضمرين، لكن بنشوف الأداء التلقائي مع الرامي والهدف هو الفوز والانتصار. يا سلام يا سعدي، يا سلام يا ظبيان، ظبيان انطلق والرامي انطلق والمعركة بدأت في هذه اللحظات ما بين صراع المضمرين مع الأربع أسماء، الله ظبيان والرامي وصوغان والقحيدي، معركة رباعية ما بين الأسماء أشبه ما تكون بداحس والغبراء. ظبيان انطلق، صوغان بالملاحقة، ظبيان مشاهدينا الكرام، شاغب المشاغب في هذه اللحظات وأثبت وجوده في هذه اللحظات إن لم يكن رأيي لصوغان. صوغان وظبيان كلهن لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، لكن خلاص هذا الشوط بنصيبك يا العطية مع الشعار العنابي، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللعالم محمد بن خالد العطية، تهانينا، يستاهل الفوز. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء صوغان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وفي المركز الثالث كان هناك الرامي، وفي المركز الرابع كان القحيدي، وكله لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. في المركز الخامس كان هناك الرامي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وللمضمر العالمي محمد بن خالد العطية. التوقيت الزمني 6:18:84 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. المركز الثاني صوغان لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. التوقيت الزمني 6:17:72 جزء من الثانية، تهانينا لحمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث كان هناك القحيدي في المركز الثالث لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. توقيت القحيدي 6:18:84 جزء من الثانية. مشاهدينا الأعزاء، هكذا انتهى هذا الشوط الماضي وانطلق شوط